دكتور، هيئة الطاقة الذرية الأردنية تأسست عام 2008. كان الهدف منذ تأسيس هذه الهيئة، كان الهدفين رئيسيين لتأسيس هذه الهيئة. الهدف الأول إنشاء مفاعل نووي أردني لأغراض توليد الكهرباء وتحلية المياه، والهدف الآخر هو استغلال الطاقة أو الثروة الأردنية من اليورانيوم، ما يسمى بالكعك الصفراء. الآن نحن الآن في عام 2018، بعد 10 سنوات، أين وصلنا في تحقيق هذين الهدفين؟ شكرا أستاذ طلب. إذا عدنا لقانون الطاقة النووية اللي على أساسه أنشئت الهيئة، الحكومة والأردن بدأ في مسار الطاقة النووية بمختلف استخداماتها. الحقيقة الهيئة لم فقط تنشأ لموضوع الثروة المعدنية اليورانيوم وتوليد الكهرباء، أنشئت لكي يدخل الأردن العصر النووي بكل آفاقه وأبعاده. استخدامات الطاقة النووية تدخل في الطب، في الزراعة، تدخل في الجيولوجيا، تدخل في قوى بشرية، في البحث العلمي، وأيضا من ضمن الاستخدامات الطاقة النووية توليد الكهرباء باستخدام المفاعلات النووية. والحمد لله الأردن بالإضافة لما حباه الله من ثروات، وجد أن الأرض الأردنية غنية بخامات نووية مثل اليورانيوم والثوريوم في مناطق جنوب الأردن ووسط الأردن.